أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مصدر رسمي تركي يقول لقناة الجزيرة إن أنقرة أعطت مهلة لواشنطن وموسكو لإخراج قسد من منبج وتل وعين العرب، وقال إن أنقرة لن تمدد المهلة الزمنية وأن البديل عن خروج قسد هو عملية عسكرية. قصف صاروخي مصدره مواقع قوات سوريا الديمقراطية يستهدف قاعدة عسكرية تركية في كفر جنة بريف عفرين شمالي حلب. نظام الأسد يفرج عن اللبناني فؤاد حبلص الذي اعتقل عقب نجاته من حادثة غرق قارب الموت قبالة سواحل طرطوس غربية سوريا في أيلول الماضي. قصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قسد يستهدف القاعدة العسكرية التركية في محيط بلدة دابق بريف حلب الشمالي. وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام ترفع أسعار الوقود لشهر كانون الأول الحالي وتحدد سعر لتر المازوت ب 5400 ليرة وسعر لتر البنزين ب 4900 ليرة سورية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن 80% من طرق التهريب من إيران إلى سوريا مغلقة بإحكام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.